بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. احنا اليوم نحكي عن الفيديو تصفق الثلوج في فلسطين. انا طبعا ساكن في مخيم جلزون مدينة رام الله. احنا فوق بيتي عم بصور بالثلج وتصفق الثلوج في مخيم الجلزون حوالي بيتي، لأن ساكن تقريبا على الجبل. أنا ساكن على الجبل، الله يسكن الغيث ولا تجعلنا من الخالفين يا رب العالمين. بس أنا حبيت أوريكم إنه اليوم ليلة، واليوم كان مميز جدا. هذا هو حوالي بيتي، طبعا عندي رمان، زيتون، عندي شجر. هذا الفيديو أنا بهديه لكل من شجعني وكل من وقف معي في مسيرتي. أخص بالذكر طبعا أخي أبو بعد حكاوي، أختي الملكة رانيا، ست الكل، الله يسعدك يا رب وهديك، أختي منال، وصفات زمان منال، أدب الصياد الحسام، عالم عايشة إدريس، ومحمد بنت البسيطة، كثير ناس وقفوا معي، أخي باش مهندس مدني، بدا الشروري وما سابوني، كانوا دائما يشجعوني إني أستمر بتقديم الفيديوهات، فلا أيأس، لذلك أنا أقدم هذا الفيديو هدية لكم ولكل متابعيني، آسف إذا كنت نسيت أحد، شوفوا حتى الخبازات السيارات في استقبال الشوارع كان عند الجرفات تطبق قبل شوي. شوف الجبال، الثلج الأبيض في فلسطين، يعني فلسطين اليوم اكتست باللون الأبيض ما شاء الله. احنا من كثر الضباب الموجود مش رح نقدر يعني نجيكم من بعيد كديش في عندنا ثلج، الحمد لله رب العالمين. يعني كانوا الصبح الأطفال يلعبوا بالثلج، أنا كنت شوي تعبان فما صورت الصبح، صورت حاليا. يعني أتمنى أنكم تشوفوا المشاهد الحلوة، مشاهد الثلج الأبيض حوالي منزلي. مشاهد الثلج حلو كثير كثير، يعني كان اليوم الأطفال بيلعبوا في الثلج، يركبوا على بعض ويبنوا رجل الثلج. كان المنظر كثير جدا جدا حلو، يعني انبسطت لما شفته قاعدين بيلعبوا هيك. يا رب يعني بعد كل هذا السواد الذي نراه، الذي رايناه من الاحتلال الاسرائيلي، الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا البياض، بياض الارض. واللهم يا رب اجعل قلوبنا ايضا بيضاء، لا يوجد فيها غل ولا يوجد فيها حقد على احد باذن الله تعالى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. هذه يعني الجهه الاخرى من البيت والمنزل ايضا. شوف شوف شوف، سبحان الله سبحان الله، هذه الثلوج جميله جدا. طلع الضباب، حتى الضباب السبب مش مبين، الضباب هذا هو السبب بس مش مبين، بين ضباب كثيف جدا جدا وبرد شديد جدا 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 في فلسطين. درجة الحرارة أصبحت 2 تحت الصفر. اللهم يا رب ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بهذه المشاهد يا جماعة، المناظر الجميلة في فلسطين والثلوج. شايفين الثلج راح لها، هذا هو الثلج يا جماعة، هذا هو الثلج، هذا هو الثلج الأبيض. الله يا رب اطعمنا الحلال، اللهم يا رب لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين، ولا محروما إلا أعطيته ما يتمناه. الله أكبر الله أكبر، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. منظر الثلج بشهي يعني جد عن جد شيء رائع. أترككم مع الأذان، أترككم مع الأذان، صوت الأذان وهذه المشاهد من هذا الثلج الجميل. وانا بقول في هذا السياق انه في ناس ماتوا من البرد يا حرام، الثلج، لانه ما في عندهم اغطيه وما عندهم صوبات وما عندهم كهرباء، قاطع الكهرباء احيانا، فبقول عندهم غاز، جرات غاز اللي دفوا عليها. وبقول يا رب انه في رجال الاعمال او المقتدرين اللي بتطلع عليهم هذول يظهروا نظره حنان، نظره حب، نظره عطف على الأطفالهم ونسائهم وشيوخهم. إن شاء الله رب العالمين ربنا بحدد قلوب، بحدد قلوب الناس على بعضها. اللهم أمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أذان المغرب يا جماعة، أذان المغرب الآن. أنا طبعا في بيتي، انا اصلا كنت موجود جوا بيتي يعني بصور من الحديقه بتاعتي، حديقه منزلي. شفت الغيوم ولا شايفيني؟ حتى انا مش شايف حالي بالغيوم، صدقوني انا مش شايف حالي حتى بالغيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنسوا اللايك والشير يا جماعة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى يصلكم بنا كل جديد. معلش هذا الفيديو كان هيك يعني تصوير عادي جدا، كلام طبيعي جدا يعني. بهداة طبعا لكل متابعين في الوطن العربي، أشكركم جزيل الشكر أنكم تحملتوني لأصوركم هذا الفيديو العادي، هذا الفيديو الطبيعي جدا يعني ما فيش فيه لا كلام لغة عربية فصحى ولا بنعد فصحى على بعض، نحن كلنا زي بعضنا طبعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. برد شديد جدا جدا، درجة الحرارة تحت الصفر، كل قاعد جنب الصوبات والدفا. خلوا بالكم من حالكم، ديروا بالكم على حالكم، ما تخلوا أطفالكم يطلعوا في هذا الوقت المغرب برا، لأنه الطقس جدا بارد ما حدا بتحمل. في أطفال كثير توفوا في سوريا خاصة، في ناس توفوا من هذا البرد الشديد. عسى أن يرحمهم الله برحمته
ويرحمنا برحمته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. بعلم فضلك كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر الاقصى. اللهم انصر فلسطين. اللهم ارجع الينا دولتنا الى احضان الوطن العربي يا رب العالمين. كان معكم الاعلامي عماد زيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.